أنابت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة أهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة نائبة رئيس المجلس افتتاح المؤتمر الدولي المرأة والمجتمع الذي يقام في الحرم الجامعي للجامعة الملكية للبنات خلال الفترة من 19 حتى 20 من أبريل الجاري. وقد ألقت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة كلمة أكدت فيها أن لمملكة البحرين الحق اليوم أن تفتخر بما وصلت إليه في مجال تمكين المرأة اليوم، وذلك في ضوء زيارة مشاركة المرأة في التعليم العالي والقوى العاملة، مؤكدة أن المرأة البحرينية نجحت في الوصول إلى العديد من المناصب. واعتبرت الأنصاري أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة جاء بناء على قناعة ورغبة المجتمع في تحقيق الشراكة الكاملة للمرأة وتلبية احتياجاتها وتطلعاتها، وتجلى ذلك بتكليف ثامن من لدن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة بمهمة مراجعة وضع المرأة البحرينية في ذلك الوقت، واقتراح الإطار المؤسسي الأمثل المطلوب لإدارة السياسات الوطنية والخطط المعنية بالنهوض بالمرأة. وفي ختام الجلسة الافتتاحية تفضلت نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة بتكريم المتحدثين في المؤتمر وعدد من الجهات الراعية. أكثر من 45 ورقة بحثية أتت من مختلف دول العالم عرضها المؤتمر الدولي المرأة والمجتمع الذي يأتي تزامناً مع الذكرى العاشرة لتأسيس الجامعة الملكية للبنات، والذي سيتناول عدة محاور رئيسية من ضمنها المرأة والأعمال التجارية والقيادة، المرأة والتشريع وحقوق الإنسان، والمرأة والابتكار والتكنولوجيا. جلسة الافتتاح كانت جلسة بحثياً ساخنة جداً. نائبة رئيس جامعة ويست فرجينيا للشؤون الأكاديمية قدمت بحث أيضا في موضوع المرأة في الولايات المتحدة والقوانين، وأجرت مقارنات ما بين واقع حال المرأة في الولايات المتحدة وواقع حال في هذه البلدان، ووصلت إلى نتيجة أنه واقع حال المرأة في خير في البحرين هو في خير كبير. أثبت التاريخ حصول المرأة البحرينية على الإمكانيات والإرادة لتحقيق الازدهار والتقدم في مجتمع داعم، وتمثل ذلك في تأسيس أول مدرسة للتعليم النظامي للفتيات قبل أكثر من 88 عاماً، ومشاركتها في الانتخابات البلدية في الثلاثينات من القرن الماضي، ومن ثم مشاركتها الفاعلة في المجتمع المدني في وقت سبق الدول المجاورة. طبعاً دور المرأة في كل قطاعات مملكة البحرين بارز وفي غاية الأهمية، واليوم إحنا سعيدين بالمؤتمر اللي في الجامعة الملكية تحت مظلة المرأة والمجتمع، وأنا شخصياً سعيدة جداً كوني حاضرة هالمعرض الفني اللي قاموا فيه طلبة أو طالبات الجامعة الملكية، تعدد أنواع الفنون اللي معانا في هالقاعة جميل جداً ويعطينا دافع قوي ويعطينا نظرة إيجابية إن شاء الله الجيل الجاي وتطلعاته والأشياء اللي يقدر يقدمها حق المجتمع تكون في غاية الأهمية. يظهر دعم مملكة البحرين للمرأة من خلال العديد من الأمور لمناهضة العنف ضد المرأة ودعم المرأة في قطاع الأعمال وكذلك مشاركتها في السلطة التشريعية. إن البحرين سباقة في التعليم، السباقة في توفير الرعاية الصحية للمرأة منذ الخمسينات، وكذلك إعطاء المرأة حق الانتخاب وحق وجودها في العمل السياسي والعمل المجتمعي. إحنا كقطاع خاص وصار لي 35 سنة في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، لي الفخر أن أقول أن عطاء المرأة من أسباب الرئيسية لنجاح هذه الشركة. مؤتمر المرأة والمجتمع يواصل أعماله على مدار يومين متتاليين، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 150 مشارك من الأكاديميين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والباحثين والطلبة. المرأة البحرينية تميزت بعطاء حافل استحق أن يدونه التاريخ بين صفحاته، وما هو المؤتمر اليوم إلا استحضار على دور المرأة في بناء المجتمع في شتى المجالات. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.